سالفتنا اليوم أسطورة ونظرية يؤمن بها عدد كبير أو عدد ليس بالقليل خلينا نقول حول العالم. كثير منا يقول لك وما أتيتم من العلم إلا قليلا زي ما ذكرنا قبل الفاصل، ناس تؤمن فيها، ناس لا تؤمن فيها، ناس تحب تبحث فيها، ناس تحب تتفرج عليها أو تعرف عنها معلومات أكثر. لذلك حبينا أن احنا نخصص سالفتنا اليوم عشان تكون السالفة وما فيها المخلوقات الفضائية. يمكن كثير من الناس تساءلوا خاصة مع مرور الوقت ومع اختلاف العلم، هل هناك مخلوقات فضائية؟ هل هناك بني آدمين غيرنا؟ ناس كثير كرست حياتها كلها عشان تعرف إذا كان في مخلوقات أخرى على هذا الكون الشاسع الواسع ولا لا. ليش سميتيهم بني آدمين؟ يمكن يكون في بني آدم، يعني أنا من الناس اللي أفكر إنه ممكن يكون في، مو شرط يكون يمكن مخلوق فضائي شرير، بس ممكن يكون إنسان. طيب يعني في لبنة ثانية في كوكب آخر، بس يمكن ما يكون آدمي. الآدم إحنا ممكن إحنا بني آدم، آدم على الكوكب هي الآدم، ولكن إحنا ما نعرف. يمكن في آدم آخر، يمكن آدم آخر في كوكب آخر. لا يمكن بني آدم تاني وجد في كوكب تاني زمان. مين كان يتذكر فوازير شريهان لما هي كانت تبغى تتزوج حبيبها في الفوازير، وطار راح على كوكب آخر وقالوا له إنه كل الأحداث اللي تحصل على كوكب الأرض تحصل على الكوكب الآخر، فروح اسأل شبيهك اللي في الكوكب الآخر. شفتي كيف؟ أنا كيف حليت المشكلة؟ لأنهم يسبقونا بسنوات، مئات السنين عندهم جدل في هذا الموضوع. صح، واللي يقول لك من العلماء إنه كوكب الأرض نقطة من المجرات، من المجرات العالم الهائل اللي احنا حولنا. ما هو فعلا، بس هل انه معقول يكون في كائنات فضائيه؟ ترى يمكن خلينا اقول لكم، كثير هذا السؤال ينطرح وكثير ناس تسال دائما، اول ما يرد علينا مصطلح كائنات فضائيه فضاء يقول لك هل هناك سكان. اقول لكم انه في 50 سنة الاخيره تم تسريب كثير معلومات وكثير تقارير وفيديوز واشياء تم تسجيل العديد من التقارير والحوادث اللي لا يمكن تفسيرها. الناس تشوفها، تسمع التقرير، تشوفه، بس ما نعرف ايش نقدر نحلل هذا الموضوع. وقد كثر الكلام حول ما يسمى بالغزو الفضائي، وانه هناك العوالم اللي قاعده تجهز. اي ما تدرين انت، ترى انا عندي كثير افكار غريبه مستعده. طيب لهالغزو ترى انا عندي كثير افكار غريبه، يعني انا خايفه. اي كل شويه ترى يا جماعه قبل الحلقه اقول لعبير انت مؤمنه بالكائنات الفضائيه؟ مؤمنه جدا. أيوة جدا بالكائنات الفضائيه. ايوه مؤمنه انه هناك شيء انا لا اعلمه قادم. انا اؤمن فيها بلحظه وانا قاعده احكي عيالي قصه، عيش الجو ادخل فيه، بس انه بالصدق ما، يعني ما احس في يعني كثير من الحقائق اللي ممكن نقول في ناس تصدقها وفي ناس لا، صح ولا لا؟ أكيد. في ناس ممكن تكون كرست حياتها زي ما قلنا عشان تبين هل هم موجودين ولا لا. بس يا جماعة في كثير فيديوهات، يعني في ناس صوروا في مقاطع كثير انتشرت انه في اشياء غريبه لقطتها وكاله ناسا الفضائيه. صحيح. وطبعا اكيد هنصدق ناسا، مين ما هيصدق ناسا لانه ناسا في الفضاء. خليني اقول لكم حاجه، يمكن انا في اشخاص كثير من جد ناسا طلعت تقرير قالت فيه انه في كائنات لا فضائية. لا مو كائنات فضائيه، انها التقطت بعض التحركات اللي خلينا نقول غريب. ان شاء الله يا رب يكون معنا الفيديوهات دي في الحلقه عشان اوريك هي. خلينا نشوف طيب راي مختص بشر بني ادم زينا. كان المفروض نستضيف كائن فضائي صراحه. طيب لا من جد، رامي الثقفي من الناس اللي كرس كمان حياته او فكره وقاعد يدور كثير عن حقيقه وجود الكائنات الفضائيه. خلينا نشوف رامي ايش قال عنه ونرجع. بالنسبة للمخلوقات الفضائية، هي وجدت أصلا النظرية من خلال آثار قديمة أثبتت وجود شيء من هذه الكائنات أو المخلوقات، بحيث أننا نجد أنه مثلا حضارة الفراعنة أو حضارة بابل القديمة وسومر، كثير من الحضارات في المايا والأنكا في المكسيك والبيرو وبوليفيا، كثير من الحضارات لديهم سجلات كتب قديمة، وأيضا يوجد في النصب والأطلال المنتمية لتلك الحضارات ما يشير إلى وجود هذه المخلوقات الغير بشرية، والتي يمكن أن نقول أنها كائنات عاقلة جدا، كائنات فائقة الذكاء، ولكن يعتقد أنها تعيش خارج كوكب الأرض، أي في الكواكب أو في المجرات البعيدة. ومن هنا جاءت فكرة
المخلوقات الفضائية بالنسبة أنها تتشارك مع البشر في عدة خصائص، قد يكون بحسب بعض التقارير، بحسب بعض حالات الاختطاف مثلا، نرى في هذه التقارير أنه هذه المخلوقات لها هيكل شبيه بالبشر من حيث الرأس، من حيث اليدين، الأذرع، القدمين، ولكن ليس بالضرورة أن تتشارك مع البشر في كل الخصائص، لكنها قد تشترك في بعض الخصائص. مثل ما قال أستاذ رامي، بعض الأحيان توحي بعض الكشوفات الأثرية بوجود دلالات على زيارة كائنات فضائية إلى كوكب الأرض، وهالشيء يبان بشكل واضح من خلال بعض الرسومات مثل ما قلتم قبل شوي، والمنحوتات الفضائية على مر العصور اللي عثروا عليها بالكهوف والصخور على أشكال أشخاص شكلها قريب من المخلوقات الفضائية أو حتى أشكال لمركبات فضائية. واو، أنت تعرفي كمان الصور من صادقة ومنك صادقة. شفت الصور هذه من زمان. في ترى كثير أشياء توحي أو تعطي مؤشرات على أنه كان في اتصال مع الكائنات الفضائية. زي على سبيل المثال في عام 1979 قال عالم الفضاء كارل ساغان إن عدد قليل من الأساطير والرسومات الأثرية يستحق الاهتمام والدراسة، كما إن الآثار تشير إلى نوع من الاتصال الذي حدث في الماضي بين المخلوقات الفضائية والبشر، ولكن هذا لم يثبت بالدليل القطعي حتى اليوم. طب هي إيش رأيك عاد إنه فعلا لقوا بعض الباحثين إنه في تواصل ما بين المخلوقات البشرية، ما بين المخلوقات الفضائية والبشر؟ إيش رأيك؟ أنا مش ضد الموضوع. حضارة السومريين اللي هي كانت ما بين بلاد الرافدين من أوكي، أنت مش ضد الموضوع، بس أنا بقولك هي إيش رأيك؟ أنا بأكد لك، أنا داخل عليك بقوة يعني. فحضارة السومريين من الحضارات اللي قالوا إنه كمان لقوا الباحثين إنه في سابقاً كونتاكت، تواصل. هذه واحدة. وين الناس اللي تواصلت؟ أكيد راحوا حضارة السومريين. وين طب ليش ما جت الأجيال؟ جاءوا قالوا اللي عندهم وراحوا. طيب أنت الحين الصور اللي عرضناها هذه كلها صور قديمة. أنا ما أثق بالصور. لماذا؟ لا يلعب الفوتوشوب في الأشياء. لا أعلم. طب اسمعوا إيش رأيكم نشوف عشان نأكد إنه هذا الموضوع تاريخ لازم نتعرف عليه بتفاصيل أكثر، نشوف رأي المختص. الآن إحنا أمام دليل أثري ودليل تاريخي، بحيث نجد أن هذا الرسم عثر عليه في أحد الكهوف في سلسلة جبال تسيلي في الجزائر، وبعد فحص العلماء لهذا الرسم وجد بأن عمره التقريبي من خلال استخدام الكربون المشع 6,000 إلى 7,000 سنة مضت في داخل هذا الكهف. نلاحظ أن هذا الجسم أو هذا المخلوق لا يشبه أبدا البشر. في نفس الكهف رسمة لهذا المخلوق أيضا. نلاحظ بأنه صاحب جمجمة كبيرة، قد يكون عملاق، أيضا رأسه وشكل الهيكل شبيه بالبشر، لكن الرأس لا يمكن أن يكون رأس بشري. أيضا مع نفس الكهف في تسيلي في الجزائر نجد هذا الرسم لهذا المخلوق، وانظر إلى الرأس شبيه بالرأس في اللوحة السابقة تقريبا. رسم آخر مع كهوف تسيلي نجد أن هذا الرأس أيضا لا يمكن أن يكون رأس بشري، كأنه يلبس خوذة، وهنا يقودنا ذلك إلى نظرية رواد الفضاء القدامى اللي هي يعنى بهم تلك الكائنات اللي تسمى في الغرب إيليانز بمعنى الغرباء، مخلوقات الفضائية بالعربية. أحس أني ودي أجلس جلسة كذا مطولة مع الأستاذ رامي وأخذ وأعطي. ما شاء الله أحب الحديث في الأشياء الشوية غريبة، بس واضح ما شاء الله عليه أنه كثير مهتم. بس خليني أقول لكم شغلة، نتكلم عن بعض الآثار اللي أكد الباحثين أنه في دليل. إحنا دائما نسأل وين الدليل، وين الدليل؟ قالوا أنه يمكن بدأت وجودها مع كتب الفيدا
واللي بدأت من وقت ما نشرت قناة هيستوري الوثائقية تقريرا عن دراسات كتابات سنسكريتية تعود إلى حضارات الفيدا في الهند، ويرجع تاريخ هذه الكتابات إلى 6000 سنة مضت، حيث ذكرت في هذه الكتب وصف للطائرات أو الأطباق الطائرة هذه متطورة جدا تقاوم جاذبية الأرض. فهل هذا ما يعتبر مثلا دليل على وجود كائنات؟ عشان كذا وقتها تسأل كثير من الباحثين انه طب معقولة يا جماعة، طب هم اصلا علم الفيدا بحد ذاته ما له دخل لا بالطيران ولا بالميكانيك ولا بالهندسة هذه كلها، كيف تكلم كتاب زي ده والعلوم دي دخل فيها الفيزياء في ودخل بالضبط، فكيف عرفوا؟ عشان كذا الناس بدأت تتساءل، ولما يتساءلوا البشر ودي حسيتي ان الكلام يخدمك لسه الى الان انا عند رايي ما وقتنا صحيح، يعني ماني مع مخلوقات الفضائيه، بس بقول لكم شيء، انا قبل فتره قريت، احنا ما قلنا مع، احنا ما نكون مع، انت تقولين في كائنات فضائيه، انا قاعده اقول ما في كائنات فضائيه فقط، كمان نحذرهم اي مدين افلام عبير مؤمن، انا فاضي احذر مين ولا خلينا على انفسنا سلنا. طب بقول لكم، قبل فتره قريت عن اثار نازكا في صحراء البيرو، قد قرأتم عنها؟ سمعتم عنها؟ لا. يقول لك هذه اكتشفوا العلماء أنه مرسوم على الصحراء نفسها أشكال عناكب، صور، أشياء زي كذا، بس سبحان الله مستحيل تشوفينها بالعين المجردة، لازم تلقط من الأقمار الصناعية من فوق. معناته هذه مرسومة على مسطحات ضخمة كبيرة، كانوا يعني مرسومة مرسومة بالأحجار أتوقع، بس عناكب ومخلوقات هذه يعني. الرسومات بشرية، هل تشبه البشر ولا يقول لك مثل الحيوانات؟ شوفي شكلها كيف، ما استوعبتها، يعني تحسون أنه أنا أشوف كأنها أراضي فاضية، أشكال عناكب، وين الحين هذه الصورة معروضة الآن؟ وين أنا أبغى أشوفها دقيقة يا جماعة، لحظة كأنها حروف، حروف أنا أشوف حروف الآن، بس هل هي مؤشر على وجود كائنات فضائية؟ أنا أقول لكم حاجة، تعرفوا هذه تشبه، شوفي خطوط الطول والعرض، خليني أقول لك هي تشبه مزرعة يمكن شفتوها، لأنه هذه مزرعة أساسية يعني ومذكورة في كل الأفلام اللي تخص المخلوقات الفضائية ومنطقة الـ 51، لا مش دي، لكن تشبه مزرعة دائما ما تأتي في الأفلام أنه ينزلوا بصحونهم الفضائية في هذه المزرعة، هو حقل ذرة في أمريكا بس ماني عارفة بالضبط في أي ولاية، لكن المعلومة هذه صحيحة انهم موجودين ونزلوا وزي اللي تركوا مكان، يا انه الصحن هو اللي ترك مكان فاقتلع الذره من الارض وقتها بشكل دوائر غريبه جدا، دائره داخلها دائره زي متاهات، هذه ما قد شفتوها. انت بتنامي زين عبير؟ ايوه. لما بتقراي هالكلام وبتسمعي هالكلام بتكوني مطمئنه مستقرة؟ شوف أنا قاعدة، أنا مستمتعة وأنا قاعدة أسمع هذا الكلام، لأن معلومات جديدة قاعدة تجي. شوف، هي معلومات جديدة وكذا، عارفة أنا قاعدة في السينما مع البوب كورن مع الأشياء، عاش جوني أنا قاعدة. طيب سمعتوا عن جمجمة ستار تشايلد؟ سمعتوا فيها؟ ستار شيلد؟ هي جمجمة لقوها من زمان، ما عندي معلومات. يقول لك أنا قرأتها وبقول لكم المعلومات اللي وصلتني. جمجمة ستار تشيلد هي من ضمن هذه الآثار، وهي جمجمة تشبه الجمجمة البشرية، ويعود تاريخها إلى 900 سنة مضت. ها شوف شكلها. هذه كأنها راس نحلة. من الواضح مجهر، فاتحين شيء بمجهر. ايوه، كمل. خصائصها التشكيليه غير بشريه، لانه في اوائل عام 2011 بعد سلسله طويله من الفحوصات عليها اتضح ان هذه الجمجمه لا تمت بصله نهائيا للجنس البشري، وانما لصنف غير معروف، يعني لا قدروا يصنفوها ان هي جمجمه. طيب بني ادم ولا حيوان؟ يمكن ديناصورات. اي ديناصور كذا راسه؟ ايوه يمكن ديناصور، ما تدري. وهي ندام والله، اشكال الديناصورات غريبه كثيره، مو شكل واحد الديناصور، يمكن ديناصور، يمكن احنا مره كبيره في وقت الديناصورات. اي في اشياء كبيره كانت برضه، في اشياء صغيره. لا يعلم مخلوقات الله الا الله، يمكن. ونعم بالله انا معاكم، ولكن الجمجمه الراس حق الجمجمه ما يشبه نفس الراس اللي عرضه رامي الثقفي قبل قليل في الفيديو؟ لا ألا. يمكن حتى نفس، بس تحسي المخلوق فضائي عنده كذا، كان يتخيل الماموث بس. لا مش كان الانسان البشري البدائي كانت راسه اكبر؟ إيه؟ الإنسان البشري المخلوق الأول مش كانت رأسه أكبر؟ يمكن هذه رأس صح. كان يقولوا كمان من زمان مرة، يعني ماني متأكد إذا كان في أدلة قرآنية أو أحاديث عن هذا الموضوع، إنه الأجسام كانت أكبر وأعرض. طيب بس برضو يمكن مش كده عيونه. طب أرجع أقول لك، عشان كده قاعدة أقول لك من أول إنه ما له دخل في الكائنات الفضائية عبير. طب تعرف إيش هي طائرة سقارة؟
انتم دخلتوا في الحضارات وتكلمتوا عنها. هذه في الحضاره الفرعونيه موجوده، منطقه هي اسمها سقاره. ايه حلوه ترى، رحتها، رائعه جدا اصلا. ايه كحضاره، وانه انتم تزوروها كحضاره، ولكن بس كحضاره فرعونيه، كحضاره فرعونيه صح الفضائيه. بس شوفي ترى ما خليت حتى الحضاره الفرعونيه بما يخص المخلوقات الفضائيه، لانه في مصر القديمه شهدت نوع من انواع الاتصال بين الكائنات الفضائيه والبشر، حتى المصريين تواصلوا مع المخلوقات الفضائيه. المصريين سووا كل شيء. شوفي شفتي هذه الأدلة كانت تدعم الاتصال، الاتصال في طائرة سقارة، سموها طائرة سقارة، ولقوا عملة معدنية، لقوا عملة معدنية الشكل أو الرمز اللي عليها غريب. شوف هذه طائرة، فيه هليكوبتر كان، هاو كم هذا هليكوبتر عادي. طيب يمكن اللي اخترع الهليكوبتر. أقول لكم شيء، أقول لكم إنه هذا باحث مصري أمين إن العملة تحتوي على أحرف لاتينية ولا تمت للحضارة المصرية بصلة، رغم أن عثر عليها في مصر، كما عثر على نقوش لطائرات هليكوبتر وغواصات ومركبات فضائية في معبد سيتي الأول في أبيدوس، كما أن هناك العديد من النقوش اللي تشبه بالوصف كائنات فضائية. لا أنا العملة يعني حقتي اللي لقاها في مصر عليها نقش كائن فضائي ظهر. طب أنا أقول لكم، مو يمكن بعدين لما دخلوا الناس، وكانت قبل ما يحمون الأهرامات ويصير عليها حراسة وحماية، في ناس تدخلوا ترسم نحاتي. طيب هليكوبتر يعني معلش هليكوبتر يعني حضارة قديمة. ماما طيب ايوه حضارة قديمة كيف فين الهليكوبتر يا اختي؟ انا عشان احل الخلاف بينكم، عشان احل الخلاف بينكم، صلوا على النبي يا جماعة. ايش رايكم نسمع الاستاذ رامي ايش هيقول على السومريين والمصريين في الكائنات الفضائية؟ في السجلات الخاصة بملوك سومر مكتوب بهذا النص في سجلات حكام سومر أو ملوك سومر، أنه حكم ما يقارب 18 ملك في سومر لمدة 241 سنة سومر قبل الطوفان. بعد الطوفان أتى ملك من السماء يدعى الوليم وحكم أريدو عاصمة بلاد ما بين النهرين ذلك الوقت لأكثر من 28 ألف سنة. فإذا احنا الآن نعتمد على سجل مكتوب قديم جدا يعود للحضارة السومرية 4500 سنة قبل الميلاد إلى 1950 سنة تقريبا قبل الميلاد، بالإضافة إلى وجود أشكال واضحة جدا لأطباق طائرة في معبد أبيدوس في مصر. من الأشياء اللي تخلينا يعني تخلينا نؤمن بوجود اتصال بين مصر القديمة وتلك المخلوقات، الهرم نفسه، هندسة الهرم، شكل الهرم، الطاقة الموجودة في حيز الهرم، أمور يعني بالنسبة لنا استحيل أن تكون صنعت فقط بدون مساعدة خارجية، بدون يستحيل. مثلا أعطيك مثال، أهرامات الجيزة في شكلها نجد أنها بنفس تركيب النجوم في حزام أوريون كالسماء. فكيف للمصريين القدماء معرفة ذلك؟ الشيء الآخر، ارتفاع الهرم، الهرم الأكبر 148 متر، ونجد أن المسافة بين الأرض والشمس 148 مليون متر، كيف عرف صانعوه ذلك؟ كيف عرف السومريون ذلك؟ عندي سؤال، عندي سؤال. المصريون عفوا، بما أنه بنتكلم عن مصر والحضارات المصرية، هل تعلمون أنه كمان لقوا مومياء في هرم يعتبر الهرم الأصغر اللي موجود في الحضارة المصرية؟ هذه المومياء عيونها لوزية، العين لوزية، الشكل، الجسم نحيف وصغير كأنه جسم مخلوق فضائي. طب في مجال تشوفي هنا هذا الصورة؟ أتوقع سؤال، شفتم مجاعة الصومال؟ يولي حتى الخشم عبير، شفتم مجاعة الصومال؟ إيه؟ يتميزون الناس بإيش؟ أنهم ناس نحاف من المجاعة ورؤوسهم كبيرة،
فهذا شيء طبيعي يمكن زمان اول. طيب بس عيونهم بس يمكن بس قطر الجمجمه يشبه قطر الجمجمه الطبيعيه للانسان يمكن الطبيعي. يمكن مع التحنيط وهذه الاشياء صارت في اشياء بالعكس. التحنيط واستخدام الزبق في الحضارة المصرية يعني معروف طيب. جدا انه يخلي نفس الشيء. ما تدري يمكن حطوا حجر في العين علشان ما يخرب التحنيط تبرز الاشياء هذه. على العموم ممكن هذه ممكن. احنا مكملين معاكم باقي سالفتنا اللي انا مو مقتنعة فيها بس بعد الفاصل. مشاهدين رجعنا لكم ومكملين معاكم أكيد سالفتنا عن المخلوقات الفضائية. بس خلونا نعرف بعض الدلالات على وجود المخلوقات الفضائية مع المختص. الدلالات مثلا لدينا حادثة روزويل التي وقعت في صحراء نيو مكسيكو عام 1947. هذا حدث كان جلل في وقتها بحيث أنه وجد هناك بقايا طبق طائر بالإضافة إلى بعض الجثث الغريبة المنتشرة حول هذا الطبق. ونستند في ذلك إلى تصريح الجيش الأمريكي في ذلك الوقت عن هذه الحادثة. لكن بعد أقل من 24 ساعة نفى الجيش الأمريكي ذلك وبرر ذلك بأنه بالون لرصد الأحوال الجوية والطقس. أنا أستند إلى مقولة لسؤال وجه لرئيس الوزراء البريطاني ونستن تشرشل. ونستن تشرشل سألوه عن أطباق الطائرة عن مخلوقات الفضائية وقال أنه ينبغي تصنيف هذا الحدث بحيث أنه يصعب الاعتراف به لسببين. السبب الأول أنه قد يسبب زعزعة أو ضجة للناس والذعر أيضا حالات بعض الذعر ونحن نتفهم ذلك بالتأكيد. السبب الثاني أنه يخشى على إيمان المرء بالكنيسة بحيث أنه يخشى على أن يتزعزع إيمان الشخص بإيمانه أو ببعض ما جاء في الدين أو المعتقدات إذا ما وجدنا أنه وجود هذه المخلوقات أمامهم. طبعا بالإضافة للدلالات اللي ذكرها الأستاذ رامي في حديثه خليني أروح لأهم الأخبار اللي تم تداولها أو اعتبروها كدلالات حقيقية وواقعية أن في كائنات. في مثل على سبيل المثال أهم الأخبار والتصريحات اللي كانت بشأن المخلوقات الفضائية في عام 2009 أفرجت وزارة الدفاع البريطانية للمرة الأولى عن ملفات سرية لما يعرف بظاهرة الأطباق الطائرة أو UFO وتغطي الوثائق المفرج عنها التي حصل عليها من موقع الأرشيف الوطني البريطاني على الإنترنت الفترة ما بين عام 1978 إلى 1987. هل يعتبر هذا دليل؟ أيوة دليل عبير. كلي بوبكار هقول لكم بس سالفة. تعرف أنه قفل اليوفو بعد 60 سنة؟ بعد 60 سنة خبرة يمكن لأنهم أدركوا أنهم أعلنوا عن شيء خطأ. لا 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 لأنه تشرشل سمعتي رامي إيش قال. تشرشل قال يفضل أنه هذه التصريحات تطلع بحذر ما نبغى نزعزع الناس في إيمانهم وقتها بالكنيسة أو بشكل عام بالدين. إيش علاقة إنه هذا؟ هذا هنناقشه هذه النقطة هنناقشها أيضا كمان. ولكن أنا أقول لك على حاجة أو خليني أكمل لك ليش قفلوا بعد 60 عام. في ناس كثير أحبطت لما تم تقفيل أو إغلاق اليوفو بعد 60 عام تحديدا من هذه الدراسات بيدرسوا أي حركات غريبة ممكن تكون على الأرض. ليش؟ خوفا احتياط. قالوا إحنا ما نقربش منهم خلونا كده حلوين في مكاننا ما نبغى نسوي أي مشكلة زعزع أمن بريطانيا عشان كده نقفلهم. ايش يعني هم خاف زعزع الامن؟ معلش كيف تزعزع الامن اذا كانت هذه اثباتات علميه؟ اذا الدوله قالت يزعزع الامن فهو يزعزع الامن. خلاص يزعزع الامن. طب تتذكرون تصريح هيلاري كلينتون في حملتها الانتخابيه لما قالت لكلينتون انه راح ارفع السريه عن اكبر عدد من الوثائق استناها انا بس حول الكائنات الفضائيه وفاجات الجماهير اثناء حملتها بقالها انها تعتقد ان الكائنات الفضائيه زارت كوكب الارض من قبل ويجب على الناس ان يعلموا الحقيقه. توقع تترشح السنه الجايه ممكن تطلع مسنجه فضائيه مع الكائنات الفضائيه تجيبهم هم يرشحوا بس يعني 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 كيف يعني كيف كذا انك ممكن يعني لما يطلعوا في الجوفرمنت وخاصه اليو اس جوفرمنت ولا مثلا في بريطانيا يقولوا كلام زي كذا معناته في دراسات
في حتى لو ما هم لامسين الشيء باليد. في ناس عندهم هوس بصناعة السبق. في ناس احنا شفتي الحلقات السابقة اللي في برنامج سيدي كان معنا دكتور واطباء نفسيين انه ممكن الانسان تجي حالة من التهيؤات من التخيلات انه يسمع صوت انه يشوف شيء خاصة في فصل الشتاء يعني. فيمكن هذه من ضمن الدراسات يعني الناس كلهم شافوها وقت الشتاء. انا الشتاء مع البرد انا بقول لكم انا بقول لكم من الراس تحكم بالامور بالتخيل. انا بقول لكم كمان شوفي انا من الضبط وانا قاعده اقرا واحاول اني استوعب اكثر واحاول انا الى الان مش عارفه اصدق لبنى الى الان انت مع عبير ولا مع انتوا بنتوا نشوف مين اللي قاعد يقول الكلام يقول الصدق لبنى. شوفوا انا موقفي نهايه السالفه هيثبت مين هيفوز فيكم. تعرفوا كمان أنا أثناء ما نحضر قرأت عن مرة عن قصة في عام 1947 كانت لكابتن اسمه كينت أرنولد. هذه القصة اللي قالها رامي صح. برافو جميل. كان يقود طائرة صغيرة فوق مرتفعات جبلية في ولاية واشنطن وقد شاهد مجموعة تتكون من 9 أجسام معدنية وطائرة قدر سرعتها وقتها بحوالي 2600 كيلو متر في الساعة يعني سريعة مرة يقولك وهي تعادل تقريبا 3 أضعاف الحد الأقصى لطائرة نفاثة في ذلك الوقت. ويزعم الكابتن أرنولد إن ما شاهده هو ما كانت إلا مركبة فضائية. طيب يمكن يكون إشهاب. يقول لك 9 أجسام. إشهاب 9 إشهابات. 9 أجسام معدنية وإيش؟ وأنت مصدقة مين هو هذا؟ 9 أجسام معدنية. إيش الهفت حقه من طيار؟ أكيد مع كثر ما يطلع بالسمع عنده الصدغ الأيمن صار فيه شيء. فصار يتهيأ ويتخيل أشياء طبيعي. عجبني التحليل الطبي اللي قالت الصدغ الأيمن صار فيه والله العظيم يعني يقول لك الصدغ مسؤول عن دي الأشياء وأكيد أنه فصل شتاء فقام يتهيأ أشياء. أنا إلى الآن ضد. طيب منطقة 51 منطقة عسكرية المتحدة يقولوا يمكن جدة والعلم عند الله ما تدرين هي بيقولوا منطقة طيب فيها بيتم فيها أو بيحصل فيها بحوث عسكرية أو خلينا نقول تجارب عسكرية. لكن هذه المنطقة منطقة 51 تعتبر من أكثر المناطق اللي شهدت اتصال ما بين الكائنات أو المخلوقات الفضائية والبشر. عبير ودك تروحين عبير شوفي لا ننسى أنه أي أمريكا فيلم في 51 زون ترى على طول أشوف. بقولك شيء لا ننسى أنه أول كانت أمريكا كلها عبارة عن مؤامرات وحكومات على ليش يكذبون على بعض هذه ولاية وهذيك ولاية يمكن يبغون يزعزعون يبغون يخوفون الناس فيقومون يألفون ذي لأنه هذه الأشياء. طب خليني أعطيكي بعض الدلالات أو كلام مختص أفضل عن هذه المنطقة عشان تصدقيني يمكن أقدر أقنع أودي. الله لو آخر الحلقة تطلعي أنت ولبنى يا رب رامكم. طب أنا أقول لكم أنا مرة متحمسة لأنه اللي قاعد فعليا يعطينا هذه الآراء هو رامي الثقفي وهو متخصص فعلا في ذا الموضوع. خلينا نسمع إيش قال عن منطقة 51 ويا رب يأيدني. طبعا ما في أحد مهتم في موضوع المخلوقات الفضائية إلا وأكيد يعلم أو سمع بشيء عن المنطقة 51. في الواقع بدأت شهرة المنطقة وانتشارها للعالم بعد أن خرج للعالم رجل يدعى روبرت لازار. هذا الشخص ادعى بأنه كان يعمل في القطاع رقم 4 القريب من المنطقة 51 في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة. هذه المنطقة سرية جدا، منطقة عسكرية وسرية جدا، يمنع فيها التصوير، يمنع حضور السياح، يمنع وجودهم. فهو ادعى أنه كان يعمل في القطاع رقم 4 بصفة عالم، وأنا أصدقه على فكرة يعني لأنه من شبه المستحيل أن يكون مدعي كاذب. ف ادعى أنه أثناء عمله في ذلك القطاع عرض عليه تقارير وعرضت عليه قطع من مركبة غريبة. هو نفسه أكد بأنها ليست صناعة بشرية، هو بنفسه أكد بأنها ليست صناعة بشرية. أيضا نفس الطاقة الموجودة في تلك المركبة، التكنولوجيا الموجودة في تلك المركبة ليست بشرية، ليست صناعة بشرية على الإطلاق، وبخاصة استخدام العنصر 115 الذي كان بمثابة وقود لتلك الطائرات. فالعنصر 115 لم يكن موجود عام 1989 حينما ادعى روبرت لازار بذلك.
أنا قلت منطقة 51 كثير من الناس قالوا عنها إنها منطقة تجارب عسكرية، وفعلا هي قاعدة إدوارد للقوات الجوية. هذه واحدة من المعلومات عن منطقة 51. طيب بقول لك معلومة ثانية، يقول لك إنه هي عبارة عن بقايا سفن من الفضاء جاءت من خارج الأرض. هذا الأمر منك مقتنعة فيها؟ اسمعي، لا أنا بقول لك شيء أنا شفته قريته بحث. مجرد إنها مزحة. طيب. طيب بس القوات الجوية الأمريكية حذرت بشدة من خطر الاقتراب من قاعدتها السرية، يعني لأنه أبحاثهم تصير فيه يمكن ما يبغون الناس تروح عبير بالمنطقة. طيب أي أحد بيقول لك لا جي أنت رحنا هنا نسوي، طيب نسوي حفرة عشان ما جينا، هو مو قاعد يسوي حفرة قاعد يسوي. طيب بس هم حبيبتي هذه أمريكا يعني قاعد أكيد تعرف كمان إيش، تعرف كمان إيش يقول عن المنطقة، إنه طبعا المؤمنين بنظرية المؤامرة، وإنه ناس إنه الحكومة الأمريكية في هذه المنطقة تحجب معلومات كثيرة عن كائنات الفضائية وبحوث أو أيه؟ وإنه هم مخبين هذه المنطقة لذلك هي ممنوعة. وعام 2013 طلع زي خبر بخصوص هذا الموضوع، إنه فعلا هناك مخلوقات فضائية في منطقة 51 احنا نبغى نشوفها وانتوا قاعدين تحتجزوها. اذا طلع منهم خبر يقول لك انهم حتى ب 2013 اعترفوا بوجودها رسميا. ها شكرا. بس ارسل يعني انا ما هذا امريكا طيب يا حبيبتي والله العظيم يالفون الناس، ترى الناس تصدق من الكلام من كثرة الكلام الدعاية. يقول لك الان المنطقة هذه حراسة مشددة، يمكن هم مسوين هناك فيها تجارب ما يبغون تنكشف للناس. يا ماما في ناس طلعوا قالوا، في ناس علماء الناس يمكن، طب لحظة يمكن العلماء من كثر الأبحاث اللي قاعدة تصير والأشياء اللي قاعدة تصير لهم ضر مخهم فصاروا يتهيئون أشياء. شوفوا دائما أرجع مرة ثانية يقول لك غاز ثاني أكسيد الكربون أتوقع كذا اسمه، إنه يأثر على تهيؤات المرء، يمكن هم يستخدمونه هناك في التهيؤات. طب يعني هم قاعدين يسووا تجارب عسكرية، هم قاعدين يسووا تجارب عسكرية ويقوموا ينشروا غاز ثاني أكسيد الكربون عند الفيزيائيين والعلماء. أيوة اللي موجودين أيوة اللي مثلا اللي حسوا انه بيطلع بيفشي سر، يمكن اللي حسوا انه بيطلع بيفشي سر يقومون يعرضون لهذا الغاز. والله زي قاعد اتفرج على يقول فيلم، يبدا يفكر انه هذه كائنات فضائيه، هذه اشياء انا كذا اشوف. انا حاسه اني قاعده في البيت اصلا من كثر ما اني معصبه وهي معصبه. ايوه وانا حاسه شوف انا ماسكه البوب كورن من شويه وقاعده كذا كذا واطالع اشوف هذا شو تقول واشوف هذا شو تقول. طيب انت حكيتيني على لازار لما كان رامي الثقفي جالس يتكلم عنه العالم الفيزيائي، طلع هو عالم فيزيائي وقال عنه، وكمان رامي وقال انه الشخص هذا لما طلع من هناك قال انه اشتغل فيزيائي في المنطقه 51، انه هو يعني شاهد بنفسه. أيوه. شاف بنفسه وقال انه هو شاهد. طبعا انا بسالك سؤال، لما هم يقولون انه هي منطقه سريه كيف يرضون انه يطلع شخص حي منها؟ وكيف المنطقه لازم يقتلونه الحراسه يا يقتلونه يهببونه في مخه؟ ليه يقتلونه شخص طبيعي؟ مستحيل احد يقرب من هذا. طب كيف طلع منها؟ طب يلا جاوبيني. عبير عادي في اماكن عسكريه كثيره ترى ممنوع يقتلوا يقتلوا الناس اذا احد قرب. ايوه معروف المؤامرات حقت اي مؤامره. انا بدات احس انا مو في برنامج الان من كثر ما الراي الاخر. انا قاعده كذا اللي اسدد وقارب. انا اسف بس انتم كيف لازم تصدقوا جماعه في اشياء ترى عبير انت صدقي بس انا مو يعني انا احاول يعني ان شاء الله اخر حاجه يعني مثلا الآن ما استوعبت. طيب خلوني أقول لكم أنه في حادثة روزويل اللي تعتبر من أشهر القصص في تاريخ اللي تتعلق بالكائنات الفضائية. صح. اللي تكلمت عنها بعض الصحف الأمريكية في وقتها وقالت أنه صحراء نيو مكسيكو تحطم فيها طبق طائر وتم استخراج جثث منها تعود لكائنات فضائية، لكن أعلنت السلطات العسكرية في مؤتمر صحفي إن الشائعات المتعددة والمتعلقة بالأطباق الطائرة حقيقية، بس بعد 24 ساعة من التصريح تم تغيير الأقوال وقالوا إنه الجسم المتحطم في منطقة روزويل هو منطاد طائر وهو أصلاً اتحطم من قبل طائر، يعني إنسان كان يطير في طيارته وقام دف 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 قتلهم وجلسوا وراح يتكلم هذا الرجل ترى على فكرة. يعني هو يعني معناته إنه شخص مهووس، شخص مريض. ليه هو طيار حربي يا ناس؟ طيب طيب بقول لكم شغله، ان هي بيقول لك في عام 2006 كتب الملازم والتر هاوت اللي هو ده ماشي قبل موته، هو اللي كتب هذه وهو ضابط العلاقات العامه في القوات الجويه، ان قصه المنطاد التي تحطم في منطقه روزويل ما هي الا تغطيه على القصه الحقيقيه. ويقول لقد شاهدت بنفسي المركبه الفضائيه المتحطمه في المنطقه، بل شاهدت بنفسي جثث الكائنات الفضائيه الميته،
وقد كنت أشاهد على فحص الجثث حيث كانوا جثتين. عادي يبغى يموت ويبغى يسوي شو قبل ما يموت عشان اسمه يستمر. لا إله إلا الله. عشان يذكر اسمه في التاريخ. طيب أنا أقول لك حاجة، إحنا ما هنصدق هذه لأنه بصراحة قصة ليست لها كثير أو خلينا نقول أدلة كافية. يعني كمان احنا ما هنقول ايش اسمه والتر هاوت اللي هو الملازم اللي لقى هذه الجثث بيقول، ما هنصدق كلامه لانه ما في حاجه تثبت لا صور ولا خلينا نقول اشخاص اخرين كانوا متواجدين معاه في نفس الحدث، لكن بشكل او باخر في اشياء ثانيه نقدر نصدقها. يعني لا تصدقوا دي القصه. يلا عبير، شفتي عين عبير وهي تقول لك نصدقها؟ عبير يلا قولي لي القصه اللي لازم اصدقها. صدقي ان هناك اشياء موجوده احنا ما نعرف فيها قد ما وصل فينا العلم. انا اصدق هذا الشيء بس مو كائنات فضائيه. بس ممكن ربي ما خلق في الدنيا اللي احنا ترى لا يعلم يعني مخلوقات الله الا الله. الله اعلم. أيوه. الله اعلم يعني احنا شفنا الكائنات اللي لسه اكتشفوها القديمه يا بنتي ترى في ايوه وحوش. شكرا. ايوه القديمه اكتشفوها احنا ما نعرف عنها. طيب بس جاء الطوفان وشالهم. بس كانوا موجودين. طيب انا ما اقول لك، انا اقول لك الان، أنا أقول لك في زمننا الحين. طيب إحنا أصلاً حتى هم من سابق الزمان ما كانوا موجودين، لربما فعلاً في هذا الشيء موجود زيه زي الديناصورات، زيه زي الوحوش اللي في الجبال، الدواب الغريبة. طيب ليش إلى الآن ما شفناها؟ ليش الناس الطبيعية ما شافوها؟ العلم عند الله. هذا لحجة يعني العلم عند الله معناته موضوع الكائنات الفضائية العلم عند الله. ما تدري يمكن نهاية الكوكب، يمكن الاكتشافات لا تشوفها يمكن الاكتشافات. يمكن إلى الآن الاكتشافات قاصرة في إثباتها بالدليل القطعي الجازم اللي ممكن أنا وأنت نستوعبها. لسه يمكن لسه في طور الاكتشاف، يعني طور الاكتشاف وهي من مدري كم سنة قاعدين. أنا أقول لك إنه في ناس أصبحت للأسف الشديد عندها كثير من القدرة والمعرفة في الأمور التقنية في السينمائية تحديدا، فصاروا إن هم يطبقوا أو هذه الحادثة تحديدا حقت روزويل طيب يسووها أفلام إنه كأنه في شيء موجود كدليل، ولكن ترى هذه مش أدلة حقيقية ومش موجودة. طيب خلوني أقول لكم سالفة روزو. طيب خليني أقول لكم بعد على سالفة اللي هي قصص اختطاف من قبل المخلوقات الفضائية. فيزعم بعض الناس أنهم عاشوا تجربة اختطاف مروعة من قبل كائنات فضائية، حيث بلغ عدد من يزعمون الاختطاف من الفضائيين في الولايات المتحدة 3 ملايين شخص. واو. 3 ملايين خلونا نشوف رأي. خلونا نشوف رأي المختص بهذا الموضوع نرجع لكم. لا ليست حالات نادرة، هي حالات شائعة جدا، هي حالات تقارير إذا لم أقول بالمئات بالآلاف كثير، هناك تقارير بل موثقة من مراكز الشرطة من مستشفيات تثبت مصداقية تلك الحالات. طبعا لا نقول أنها كلها حقيقة، ولكن يوجد الكثير منها موثق ونستطيع التعامل معه. يعني أنا آخر تقرير قرأته لمسن روسي كان يخدم في الجيش الروسي وخدم في الحرب العالمية الثانية، بعد أن تقاعد سكن في منطقة ريفية قريب من موسكو، وأثناء ما هو كان خارج المنزل هو يروي بنفسه أنه رأى شعاع أو جسم مضيء شديد الإضاءة يقترب منه، فكان ما كان له إلا أن يتوارى خلف الأشجار خوفا من ذلك الجسم. ومن ثم حين كان يترقب الوضع وإذ بذلك الكائن يمسكه من رقبته من هنا، رفعه كقطة صغيرة لأنه كان يبدو أنه كان كائن عملاق. فهو يحكي القصة ويقول أنا لا أعرف، في لحظة من اللحظات أصبحت في داخل سفينة وأصبحت أرى عدد من الكائنات تشبه هذا المخلوق ويسمع أحاديثهم، ولكن هناك يعني سمة مشتركة دائما، غالبا حالات الاختطاف غالبا كان يحصل لهم محو للذاكرة، بمعنى أنه أثناء الموقف يتذكر كل شيء لكن بعد أن ينجو من هذا الموقف لا يتذكر كل التفاصيل، يتذكر أشياء بسيطة جدا.
حبيت فكرة الاختطاف، حسيتها يعني شيء كذا سسبنس. بس بقول لكم إنه في يعني على هذا الموضوع في دراسة استقصائية قامت بها الدكتورة إليزابيث على يمكن على أكثر من 1000 أو 1700 شخص ممن ادعوا أن هم تم اختطافهم، وأظهرت الدراسة إن من 5 إلى 6 من اللي تعرضوا للاختطاف حقيقي، بينما الباقين كانوا يعانون من بعض المشاكل النفسية اللي يعني يحاولون فيها إلى بحث أو فقدان هوية. يمكن هذا يؤكد الآن شكرا موقف اللي يكلم كلامي صح لسانك يا لبنى. طيب وشو صح كلامي أنا؟ إيه وصح كلام، بس هي وش قالت؟ طيب. 6 أشخاص من 5 إلى 6 أشخاص، من 5 إلى 6% من 3 مليون شخص. أنت قلتي 3 مليون، من 3 مليون يعني كمان ممكن لما نجي نشوف في 3 مليون كم شخص ممكن يكون اختطف حقيقي أو متوحد. طيب يمكن فيهم شيء لسه ما استكشف الطب من المشاكل النفسية اللي تصير. أنا أقول لك نفسيا، وهذا أنا يعني متعمقة جدا في علم النفس بخصوص أي موضوع في الحياة، الأشخاص اللي بيكونوا بيكذبوا على في ده الموضوع تحديدا أنا اختطفت من قبل كائنات فضائية، فهم أشخاص بلا هوية قاعدين يحاولوا أنهم ينتموا إلى أشخاص معينين. كيف يعني بلا هوية؟ بلا هوية أو جماعة معينة، علاقاتهم الاجتماعية سيئة. يعني مثلا أنا صديقة لبنى وأودي، لا أنا صديقة مها بس، أنا صديقة ريم بس، تحاول تدور مين اللي زيها، مين الشخص، عرفتي؟ ما هم لاقي أو ما هم حصل جماعة، عرفتي؟ فهو هذا الشخص يعتبر عنده اضطرابات في علاقاته الاجتماعية. الموضوع كله موضوع بس اللي اضطرابات. كذاب اللي مو بكذاب ترى صاحي وما هو الموضوع ما كله أحس إنه وما زال الخلاف قائم بين أودي وبين عبير وبين مؤيد ومعارض ومؤمن وغير مؤمن. أنا الحين ما كنت بكور من قهر منها. أنا خلصت حقي لأني قاعدة، أنا خلصت حقي صراحة لأني قاعدة أناظر يعني صح؟ قاعدة أسولف كذا وأتكلم. أكيد أكيد أحاول أقنعكم. أكيد مشاهدين الآن قاعدين منهم من قاعد يؤيد مع او يعترض زي اودي، ومنهم من قاعد يؤيد وانت زي يعني انا الى الان الشخص اللي ما اعرف ايش الموقف اللي ممكن اخذه. الساده المشاهدين انا عارفه انه انتم معي، انا متاكده انه اودي لها جمهورها كمان يمكن معاها. ممكن اقول لك كل المشاهدين اللي قاعدين يتابعونا الان انه تقدروا تشاركوا معنا على هاشتاج السالفه وما فيها، او حتى على هاشتاج برنامج سيدتي، وتعطونا ارائكم ما بين مؤمن بقضيه الكائنات الفضائيه أو معترض عليها ولا يؤمن فيها ولا يعتقد إن هي موجودة من الله أصلا. نطلع فاصل سريع عشان عبير تاكل بوب كورن ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا، طبعا قاعدين نحاول ان احنا نهدي النفوس هنا ونحاول نحلق بين عبير وأودي، بس تعرفي بلد في خلاف ثاني الان قاعدين يقول لك في الان اختلاف على الكائنات الفضائيه، منهم اللي يقول لكم جايين من الفضاء، وفي مقوله جديده تقول لكم جايين من باطن الارض. يلا خذي لك هذا الشيء الجديد اللي انا اول مره اسمعه. لا هذا باطن الارض شايف شبح او شيء، يمكن مخربط بين جنب الحين صار شايف شبح، وقبل شويه من جنب الفضاء اسمها مخلوقات فضائيه تعيش في الفضاء. طيب في مخلوقات فضائيه ارضيه اللي في الارض جن؟ هذا جن وشياطين. مخلوقات ارضيه يمكن. لا اله الا الله. طيب خلوني كذا يعني ما أعرف إلى الآن، أنا مش عارفة أخذ هذا الموقف إذا كان فعلا حقيقي هو من بطن الأرض ولا هو من الفضاء ولا هو جاي من الهواء ولا أتى مع الريح. خلونا نشوف خصائص وأشكال المخلوقات الفضائية مع الله. الأستاذ رامي ونرجع. من خلال بحثي على مدار أكثر من 16 عام على هذا الموضوع بالذات، أعتقد أن تلك الكائنات ليست بالضرورة أن تكون شريرة، يعني ممكن يكون مثل البشر الخير والشر موجود في كل الكائنات في كل المخلوقات، حتى الحيوانات تجد الخير والشر، فقد يكون هناك خير في فئة من تلك المخلوقات، وأيضا هم أنواع كثيرة جدا تختلف في الشكل، تختلف في خصائص كثيرة جدا، حتى أن بعضها بحسب بعض التقارير شبيهة بالبشر إلى حد ما من حيث التفاصيل في الوجه، وأكيد أن الخير والشر موجود في تلك الكائنات كما هو موجود عند البشر كما هو موجود عند كسائر المخلوقات. يا أنا كل ما ندخل في الحلقة ونتعمق فيها أكثر أنا أحتار موقفي، ما أعرف صراحة. أنا واحدة أؤمن بالعلم، أؤمن بالمنطق،
سمعتوا عن النظريات المتعلقة بالكائنات الفضائية؟ يعني مثلا زي نظرية تقول لك نظرية الفضائيون القدماء، زي الله. المصريون القدماء. الله، سمعتوا بالنظرية هذه؟ أنا أصدق إن هم موجودين من مر زمان، لأن عندي دلائل ومرسومة. وين الدلائل؟ ممكن أحد راسمها يا عبير؟ الحين توني أرسلها لزملائنا في راسمها الإعداد. طيب. أرسلتها لزملائي في الإعداد وأنا أقول لكم. بس إيش هي نظرية الفضائيون القدماء؟ يقول لك هي نظرية لم تحظى باهتمام المجتمع العلمي، يعني ما في لها يمكن الشيء اللي يشبه اللي زي أودي مثلا النظريات العلمية، حيث اعتبرها المجتمع العلمي من وحي الخيال العلمي. وقد قامت هذه النظرية بالإيمان بوجود كائنات فضائية قامت بزيارة كوكب الأرض في العصور القديمة، يمكن قبل الإنسان، قبل الاكتشاف، وبفترة ما قبل التاريخ، كما أن هناك اتصالات مع البشر القدماء والكائنات الفضائية. طيب خلوني أقول لكم، نظرية الأرض المجوفة يدعي أتباعها والعلماء المؤمنين فيها بأن الأرض مجوفة من الداخل وتحتوي على عوالم ومخلوقات عديدة. ومن المثير للجدل أنه أنصار هذه النظرية يعتقدون أن الكائنات الفضائية ما هي إلا كائنات أرضية تعيش على كوكبنا. يلا اختلفوا، وأن القطب الشمالي هو بوابة العبور لتلك الكائنات المزعومة. المزعومة هذا أنا ما أصدق هذا، وأنا كما يستدلون على أنه ألوان جلد المخلوقات الفضائية رمادي أخضر شاحب، نتيجة بسبب نقص الأكسجين في جوف الأرض. شوفوا أودي وهي تقرأ الخبر وكيف طالعني أصلا. يعني فيها نظرة اللي شفتي، لأنه هذا عشان كذا أنا اليوم لبست زيتي، أنتم مو فاهمين أنه أنا مؤيدة، عرفتوا أنه احتمال. أنت معناته كذا مؤيدة لا لا لا، بس اللي في بطن الأرض هذه جديدة مرة، وأنا بصراحة ماني مصدقتها. لكن تعرفوا في شيء ومرة مهم، هذا قريته مرة من زمان، في الفن المخلوقات الفضائية كانوا من الأشخاص، أو خلينا نقول كانوا كثير فنانين يرسموا المخلوقات الفضائية. من وحي الخيال يا عبير؟ وليس من وحي الخيال، هذا أنا أقدر أتخيل كائن شو زعبلي وأرسمه وأقول شو زعبلي. كائن فضائي ككائن فضائي، موقف حدث، يعني مثلا أنا أرسلت صورة الإعداد، أتمنى أنه هي تقدر تطلع، لكن بوريكم هي. طب اسمع بقول لك شيء عبير، شوفي أنا شمرت، شوفي يا إلهي بقول لك شيء، طفلك لما تعطيه ورقة وقلم يبدأ يرسم لك أشكال ما هي واضحة معالمها، بس لها دلالات نفسية. استني دلالات نفسية، بس لما يقرأ الطفل شوي شوي تحسين انه معاه يبدأ يتخيل، خاصة الأطفال اللي يحبون الأشياء الفضائية، الأشياء الغريبة. يعني أكيد يمكن أنت لبنى ما تعرفين، يمكن أنت عبير، الأطفال بعض الأحيان يمكن زمزم تلاحظون انه الطفل يرسم رسمات مي مفهومة أبدا، مي مفهومة صح. لما تقعدين معاه وتتناقشين معاه في الرسمة اشرحها. مو رسمة أم ولا رسمة أب ولا رسمة صديق ولا رسمة بيت، رسمة غريبة. يقول لك هذا كائن فضائي أو هذا مخلوق فضائي جاي من المكان الفلاني. يمكن العلماء هذولي عندهم مشاكل نفسية، بعض العلماء مو كلهم، ما أعرف حقين الفضاء يعني، هذولي يتهيأ هذه الأشياء ويبدأ يعيش على أرض الواقع. يعني خاصة حقين أمريكا، يعني هذولي أحسهم مفلمين حقين أمريكا فعليا. كلامهم مو منطق. طبعا أقول لك، إحنا نسمع رأي رامي. إيش رأي رامي بالنسبة للمخلوقات الفضائية والفن؟ يلا نسمع رأي رامي. اسم الصورة العذراء مع القديس جوفانينو في القرن 15. نلاحظ أنه الرسام رسم ما يشبه جسم طائر في السماء مشع، ونلاحظ وجود شخص يشير بيديه أو يحدق في هذا الجسم الطائر، فبالتأكيد أن الرسام أراد أن يرسل رسالة للأجيال القادمة عن مشاهدته لتلك الأجسام في السماء. ونلاحظ أيضا وجود أجسام طائرة هنا في الجهة الأخرى، وكما هي موجودة في الجهة اليمنى أيضا من عصور النهضة الأوروبية 1710 تاريخ هذه اللوحة للفنان الفلمنكي إريك دي جيلدر. نلاحظ أنه هنا طبق أو جسم مشع يصدر إشعاع إلى الأسفل. طبعا غالبية هذه اللوحات بفحوى دينية، لأنه يصور يوحنا المعمدان مع يسوع عيسى بن مريم عليه السلام ويحيى، وأيضا كأنه يريد إرسال رسالة للأجيال القادمة عن
تلك الأجسام في السماء، فهم يريدون إيصال رسالة. هذا الحصان أو الفرس وجد أيضا في داخل أحد الكهوف في فرنسا، وعمره يزيد عن 5000-6000 سنة مضت. فهم رسموا هذا لأنهم رأوا هذا، رسموا هذا أو هذه المخلوقات لأنهم رأوا هذا. شكرا رامي، فعلا أثبت هذه النظرية في الفن. أنا كنت بتكلم على أول لوحة عرضها، وفي لوحات كثير منها وزيها نفس الطريقة، أنه في طبق طائر وفي شخص قاعد يأشر على هذا الطبق، ومنها لوحة كمان للفنان العبقري ليوناردو دافنشي. ففي كثير من الأمور خاصة في الفن انتقلت معنا إلى الآن، والحمد لله أنه هي أصلا رسامين مرة قدام ولا يفقه في دي المواضيع ولا شيء، فجأة لقوها وصور ورسموه. طيب يمكن لما رسم يعني زي رسمة الحصان اللي قبل شوي شفناها، لأنه شاف حصان حقيقي ويمكن قدر يضبط رسمة الحصان، بس يمكن شاف شيء ثاني ما ضبطه صح ورسم بهذه الطريقة. يا أودي، هو وراك رامي دحين في الصورة وراك الحصان لأنه شاف حصان. طيب والمخلوقات الفضائية لأنهم شافوا مخلوقات فضائية. طيب خلينا نطلع من الموضوع عبير، لأنه عجزت أقتنع نهائي. عجزت تقتنع برضو بالفن؟ برضو ما قلت للفن، أنا قلت لك أنه رسم تقريبي لشيء يمكن إحنا ما فهمناه، زي لما الطفل يرسم رسم تقريبي لميكي ماوس. كيف ميكي ماوس حق الطفل؟ كائن فضائي نكبر. كائن فضائي هو هذا، يمكن ما قدر ما ضبط. ترى كمان هذه سالفة حكيك عنها الأطفال والكائنات الفضائية. طيب خليني أقول لك، مو بس قديم هذا الموضوع، حتى لعبة هوليوود دور كبير في الترويج لفكرة الكائنات الفضائية وظواهر الأطباق الطائرة من خلال سلسلة أفلام حرب النجوم اللي صدرت عام 1977. صح، من خلال هذه السلسلة ظهر لدى الكثير من الناس الاهتمام الكبير في حقيقة الكائنات الفضائية مثل ما احنا شايفين عبير. بالضبط، على فكرة من ورا ستار وورز أنا. وزادت البلاغات عن حوادث الاختطاف من قبل الكائنات الفضائية. يعني شوفي كيف أنه بدوا يتوهمون الناس، بدوا يعيشون الوضع حق الكائنات الفضائية. طبعا الإعلام والميديا والأفلام وهذا الشيء يخليك تشوف الأبحاث والأشياء وقائع وصور متحركة وموسيقى تصويرية ويعيشوك الجو هذا كامل. فيمكن ناس كثير من اللي ما كانوا يمكن مقتنعين أصبحوا يتقبلوا الفكرة بعد ما يشوفوا مثل هذا الإنتاج. كتقبل صح، تقبل، يبدأ يفكر قد يكون ماذا لو. أو لحظة، أو يمكن مجرمين اختطفوا ناس وقاموا يسوون دي الأشياء، فهمتوا علي؟ ما في مجرم حيختطف إنسان بالطيارة يسحب كذا يشفط فجأة ورجعوا يختلفوا وقفوا، وبعدين لما يختطف مثلا يذبحه طيب. أو يقتله، يقوم المجرم يفلم يقول أنا شفت واحد جاء وخاطفه من الطيارة. طيب إيش رأيكم نستفتي يا جماعة نرجع نشوف رامي ونرجع نشوف الخلاف اللي قاعد يصير. بالنسبة لي أنا لا أعتقد أنه هوليود وفقت في إخراج صورة تلك المخلوقات بالشكل المناسب. غالبا ما تخرجها بصورة شريرة، غالبا يعني كأنها تريد أن تقتل البشر أو بأشكال بشعة جدا، ولعلهم مستندين في هواجسهم يعني أو إخراجهم بتلك الصورة إلى هواجس العالم المعروف ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج كان لديه هواجس معينة من تلك المخلوقات، ويعتقد أنها، هو كان مؤمن فيها ويعتقد أنها كائنات ضارة أو كائنات شريرة. فأنا يعني لا أعتقد أنها وفقت في إخراج تلك الكائنات بالشكل المطلوب. الحمد لله إن إحنا وصلنا إلى نهاية سالفتنا قبل لا تكون في حرب انضروس. بس لازم كل واحدة فينا تقول رأيها بصراحة. أكيد لك كل الحق عبير في أنك تتبني الرأي المؤيد لقضية الإيمان أو الرفض بالكائنات الفضائية. صح. وكذلك أودي هنلقى في الشارع العام أو في الرأي العام كثير من الناس اللي تقول لك ممكن فيه ممكن مش فيه. اللي أنا أقدر أقوله في فقرتنا الأخيرة من سالفتنا اليوم من القلب للقلب، فعليا هي ليست من القلب للقلب على مبدأ
الكائنات الفضائية، لكن دائما أؤمن أن العلم هو سيد الموقف في مثل هذه الأمور. مش أي أسطورة أو أي خرافة أو أي إنتاج فني ضخم تبنى قضية معينة أتبناها أنا كمان وأنتشر فيها وأقول أيوة في والله سواء كائنات فضائية أو غيرها أي شيء أي كان، لكن كمان لا نغلق عقولنا ونقول أنه إذا لم يجد الدليل القطعي فلا يوجد مبدأ لهذا، لأنه لا يعلم مخلوقات الله ولا يعلم العلم إلا الله ولا يعلم الغيب إلا الله. جميل يا لبنى. أما أنا أقول اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية يا عبير، لأن حسك زعلتي مرة. بس كلمة اللي أنا بقولها شيء ما تؤمنين فيه أتصدقينه. صح صح صادقة. نقول شيء واحد، مو شرط أنه أنت تؤمن لأنه في ناس بتؤمن، ومو شرط أنه أنت تكذب لأنه في ناس بتكذب. أنا اللي أقوله ويخلق ما لا تعلمون، في أشياء موجودة في الحياة إحنا ما نعرفها. بس إيش عندنا بعد الفاصل؟ لبنى مشغولة بالبوب كورن. كلنا صرنا مشغولين الآن بالبوب كورن. عموما سلفتنا خلصت والحمد لله، خلصت كده بهدوء وبرواق. صراحة ما توقعت تخلص بهذه الطريقة، ولكن أكيد فقرات مستمرة بعد الفاصل. مشاهدين هنشوف سوا. أسباب الإدمان وهل له علاج؟